الآن تحديدا والأحداث الأخيرة في إرسال، وحنقرأ من صحيفة الجمهورية اللبنانية: معركة إرسال ستندلع قريبا، وهذا شرط أبو مالك للانسحاب. التقرير لصحيفة الحياة اللندنية، صحيفة الجمهورية اللبنانية، بتكشف فيه عن معلومات دقيقة بتتحدث عن أن مسؤول النصرة أبو مالك وافق على الانسحاب من جرود إرسال بشرط أن يرحل مع كامل أسلحته، وهو ما رفضه حزب الله الذي يريد أن يغادر دون سلاح أو مال. قيل أيضا أن الوساطات اللي حصلت شركت بجزء منها قطر، لكن النصرة ما تزال تتمسك بشروطها لاعتقادها أن قطر قادرة على تليين موقف حزب الله، طبعا بسبب التطورات في الخليج، إضافة إلى منح مناطق وقف إطلاق النار اللي بدأت تنفذها في سوريا. في السياق أيضا حدثت أو المعلومات قالت أن وساطة حصلت مع تركيا من أجل إيجاد مخرج من دون حرب، ولكن المهم أن كل ذلك لم يصل إلى مرحلة التفاهم، ما يعني أن المعركة ستندلع قريبا جدا كما تقول صحيفة الجمهورية اللبنانية كمرحلة أولى، وأن الجيش اللبناني وضع كل استحكاماته من الجهة اللبنانية.